السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم غوسيت اسماء شباب. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا غراتان البطاطا، غراتان سهل في التحضير وبطريقه مغيره. نخرج على الطريقه المعتاده او الشكل المعتاد اللي كنحضروا به ديما الغراتان. نتمنى تتبعوا الفيديو للاخير، فرجه ممتعه. على بركة الله غادي نحتاج المكون الأساسي اللي هو بطاطا. كتبقى الكيمياء حسب أفراد العائلة. بالنسبة لي أنا هنا احتاجي 3 البطاطات كبار من هذا الحجم. غادي نديهم مباشرة يتسلقوا مع قليل من الملح، وغادي نحتاجوا بصلة متوسطة اللي غادي نقطعوها قطع صغيرة. في مقلاة على النار ضفت القليل من زيت الزيتون مع البصل اللي قطعنا، وغادي نحاول نقلي البصلة غير شوية حتى كتنزل وكيتغير لها اللون ديالها. وغادي نضيف لها كمية من اللحم المفروم. ممكن انكم تضيفوا قطع من الدجاج او الكفتة ديال لاداند، اي حاجة متوفرة عندكم. كذلك ممكن انكم تستغنوا على البصلة من الاول وتضيفوا في الحشوة غير الطون اللي كيكون بلاصوص طومات. غادي نضيفوا التوابل اللي هي التحميرة، الابزار، شوية ديال الكمون والملح. في هذه الاثناء من الافضل انكم ترفعوا من درجة حرارة النار باش الكفتة ما تنزلش لدوك السوائل والدهون اللي كيكونوا فيها. وغادي نضيف القليل من الهريسة، كتبقى اختيارية غير هي كتجي زوينة في الكراتان، والقليل من القزبر ومعدنوس. غادي نحاول نقليهم حتى كطيب لي الكفتة ونخليوها على جنب، ونمشيو باش نشوفو البطاطا ديالنا واش تسلقات. من بعد ما وجدت لي بطاطا وتسقطرات مزيان من الماء، غادي نديرها مباشره في هذا الصحن وهي باقا سخونه. بالمعتاد احنا ديما كنمعسو بطاطا بهاد الاداه، ولكن غادي نوريكم طريقه اخرى كتجي افضل منها وما كتاخذش لينا الوقت بزاف. غادي نضيف القليل من الملح، ما تكتروش لان ديجا سلقناها في شويه ديال الملحه وشويه ديال الابصار. وغادي ناخذ معلقه كبيره من الزبده وغادي نطربها بالطراب الكهربائي. بهكا كتجينا بطاطا ليس وكتجينا كريميه. ممكن انكم في هذا الاثناء تضيفوا بيضه واحده ولا تضيفوا قليل من الجبن. انا ما غاديش نضيف هكاك، غادي نكتفي بطاطا بالمذاق ديالها. غادي نضيف ربع كاس ديال الحليب، غادي نضيفه تدريجيا وانا كنطرب. ما تكتروش من الحليب باش تبقى لكم بطاطا محتفظه بداك القوام اللي نتوما بغيتو. انا في الاخير غادي نقول لكم شحال دخلت من كميه الحليب في هذا الخليط. مره كنبقى نضيف غير بشويه بشويه وانا كنضرب في اعلى سرعه. بالنسبه للكميه اللي دخلت انا قياس 3 المعالق كبار ونص، يعني كيبقاو على حسب البطاطا اللي استعملتو من الاول. المهم انكم تحصلوا على القوام ديالو كريمي بهذا الشكل. خديت طاوة فرشتها بورق الفرن. بما انني غادي نحضر هذا الكراتان على شكل تورتا، استعنت بهذا السيركل اللي كيكون مربع. الا ما كانش متوفر عندكم غادي تستعملوه في الصحن ديال الزجاج تاع الكراتان العادي ودهنوه، ومن الفوق غادي تزينو بالطريقه اللي انا زينتو بها. من بعد ما دهنتو في القاعده وفي الجوانب غادي نرش بالقليل من لا شابلوغ باش نضمن بان البطاطا ما تلصقش ليا في الورق. وغادي ناخذ نصف الكميه ديال الخليط هي اللي غادي نحطها كطبقه اولى.
وغادي نإيطاليها مزيان حتى كنقاد ليها الوجه ديالها. ومباشره غادي نضيف عليها الكفته اللي حضرنا من قبل. وكاقتراح ممكن انكم تستغنوا على اللحوم بصفه نهائيه وتحضروها غير بالخضر، تاخذوا الخضر مشكله وتقطعوها قطع صغيره ولا غير تحكوها هكا في الحكاكه، تسطيوها في شويه ديال الزيت والملح والابزار وتحطوها كطبقه ثانيه. واللي كيعجبو الطون وبغى يسهل عليه القضيه غادي ياخذ غير الطون ديال لاصوص طوماط كيف قلت لكم من قبل، هو اللي غادي يوضعوه كطبقه ثانيه. وغادي نرش عليها كميه من الجبن موتزاريلا، ممكن تستعملوا اي جبن نتوما كتبغيو. بالنسبه لي انا هنا ولدي مطلع كمو وكيقول لي والو انا اللي ندير موتزاريلا، انا اللي ندير موتزاريلا، قلت ليه هاجي دير انت موتزاريلا ما فيها باس. مره ندخلوا وليداتنا يعاونونا بهكا كيحسوا بانهم كيديروا مجهود، وحتى الوصفه الا ما كانوش كياكلوها بهذه الطريقه كيوليو ياكلوها لان كيحسوا براسهم بانهم هما اللي حضروها بنفسهم. وباش نخرجوا على الطريقه المعتاده اللي كنحضروا بها ديما الكراتان ديال البطاطا، غادي نحاول ناخذ ديك الكميه اللي تبقات ليا من خليط البطاطا هو اللي غادي نديرو في هذا البوش او في الجيب الحلواني، وغادي نزينو بهذا الشكل كيف ما موضح في الصوره. من بعد ما كملت في تشكيل الطبقة الأخيرة ممكن أنكم ترشيو بقليل جدا من جبن إدام. بالنسبة لي أنا هنا ما غاديش نستعمله لأنني بغيت نحتفظ بهاد لي غوزات كما هما، أما إلا غطيناهم بالفرماج غادي ما يبقاوش يبانوا لينا. فهاد الأثناء كيكون الفرن مسخن من قبل من الأفضل، غير كتحسوا بها أنها تكغاتينات لأن كل شيء طيب وكل شيء واجد عندنا، غير كتكغاتينا غير شوية من تحت وكتحمر، وكنشعلوا ليها من الفوق تاخذ لينا لون ذهبي فاتح. وبالصحه والراحه. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن، كتاخذ لون ذهبي وكتجي الرائحه ديالها رائعه. ان شاء الله غادي تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. غادي نحاول غير ندوز هكا بالسكين من الجنب باش يسهل عليا انني نزول الاطار، وغادي نزينها معكم بطريقتي الخاصه لان كيف ما كنقولوا دائما العين كتاكل قبل من الفم. نخليكم مع الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان اللي حضرناه جميع، كراتان بشكل مختلف على شكل تورتة، مكونات جد بسيطة متوفرة في أي منزل سيدة أنها تحضروا لعائلتها، والأهم أنه كيجي في الشكل رائع والمذاق أروع. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للتحفيز، ولأول مرة كيشوف القناة ما تنسوش أنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. غادي نقطع معكم باش تشوفوا القوام ديالها كيف كيكون. فعلا كتجي غراتان فيت في كيف كنقولوا. وصلنا لنهاية الفيديو، دمتم في امان الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.